شرف كبير، شرف كبير لنا. يعني اول والي نشوفه عندنا، يعني من اللي رانا نشفوا كما يقولوا ما جاش عندنا والي الاول، والي الاول اللي جا عندنا، يعني صح ما كناش مستنيين فيها، اول والي طلع عندنا، يعني هذا شرف كبير، وان شاء الله اللي حيجيبها ربي. يعني كما قال سيدي الرئيس، يعني الجزائر الجديده يعني هي بدات تبان، وما رانا نشوفوا، يعني هنا كان غير وعود كاذبه، وعود كاذبه، وعود كاذبه. يعني حنا حتى ولينا ما نديروش الثقه، درك بدينا كيما حنا نستراح لهم، بدينا نامنوا، بدينا نشوفوا، رانا نشوفوا يعني الواقع، وراك تشوف خويا راك يعني مسجله. انتوما اختاروا اللي فيها الاولويه ديروها، وانا نظن باللي هذه المنطقه راهي اولويه، اولويه فيها السكان اكبر من سيد الولي. والمدرسه ديروا خيروا ارضيه، نبداو بثلاث اقسام، نبداو بثلاث اقسام ومن ثم نزيدوا ان شاء الله. على الاقل نقللوا على الصغار، الصغار هما اللي صغار بزاف باش ما يبكروا بزاف. يا اخي كاين نقل مدرسه، كاين نقل بصح راني فاهم، راني فاهم، راني فاهم، راني فاهم. مدرسه هنا افضل ما مدروك النقل. سيد الوالي خصنا هما لاري هكا شويه يدرقوا رواحتهم حتى حتى يتشمخوا مساكن، على هما يستروا رواحتهم بلا ما تلحق الكار ويروحوا. المشكله تاع الغاز قلنا والابتدائيه، ولاري وين يستروا رواحتهم بلا ما تجي المدرسه. وخصنا كما قلت لنا شاطو دو يحكمنا كامل. وكاين بناء الريفي مديتونا بارك الله فيكم، وما من الناس راهي دوموندي تسخص، مازالنا ما مسخصين الناس. كاين واسمو البوطو تاع تريسيتي ماهمش لاحقينهم، يبني في ارضه كيما هذاك الفوق ما عندوش. وكاين ماذا بينا ديروا لنا كل جوستومو دخل تريسيتي والغاز اللي راهم اللي راهم في التطبيقيه دخلوا. كان عندنا شويه دراهم هذاك ديرهم اولويه. سيد الوالي عندنا سامحني المخبأ لاري دير لهم واحد هذاك ساهل هذه المرة. هذه ساهل ماشي واش هو هذه المرة؟ هذا غير بالخدمة تاع البلدية تخدموا عليه. واش فيه هذا؟ فيه هو غير هنا باسكو يتلايموا هنا كيفاش يروحوا كاين وين اونديور اونديور. وفيما يخص قناة الصرف الصحي سيد الوالي كما قال لك مشكل كبير. كاين ناس مازلنا في 2022، مازلنا في المطموره، مازلنا في صوالح. سيد الرئيس اسمح لي، سيد الوالي سيد الرئيس جاب لنا يعطيه الصحه ويجي يشوف الانشغالات تاعنا. كما قال لك يدو قصيره ماهيش زعما اللي باش يضرب ويجيب. لا سيني اسمو لو كان تدوها حتى لتحت كامل تمسك على الناس. كاين اللي يقول لك اودي ما تحتاج قدام داري، وعنده الحق. دوك انت كي تولي تلايم جيب له الناموس، جيب له المرض، جيب له من حقه. لو كان تخرج كامل تحت ما كاش اللي يهضر. وش الاولويه تاعك؟ احنا الاولويه عندنا الغاز، عندنا الابتدائيه اولويه، عندنا واحد عندنا الابتدائيه هي الاولويه من الاولويات، وعندنا الغاز وعندنا الماء. اخدم على هذا الاساس الجامع اولويه. لا لا والجامع بيتربي سيد الوالد معليش معليش خصنا واحد الرخصه. نعطوك رخصه؟ خصنا نعطوكم رخصه. رخصه البناء هذا قلت لك رخصه البناء ولا رخصه جمع التبرعات؟ بصح تجيب رخصه البناء، تجيب شغل تسلسل، لازم رخصه البناء باش نمشيو شغل سلسله باش تعرف الاداره الاجراءات اللي تاخذ. وين الموقع في ارض الاحياء؟ اخترنا البلاصه وعيناها. كيما راح دير الجامع دير المدرسه وبارالل. يا اخي ما كانش حتى مشكل باش لقيتوا الارضيه تاع الجامع. هي الاشكالي ولي سيدي الوالي. علاه؟ احنا نقولوا كيما هكا بالك انت سهلت لي، بصح كي تولي رخصه البناء يجيبوا لي واحد القوانين اللي ما نقدرش انا. انا راني نقول لك حاجه، كيما درت الجامع نديروا المدرسه في نفس الارضيه، ممكن؟ ماشي ممكن. علاش؟ باسكو الجامع رانا خيرنا له، عينا له بلاصه والمدرسه عينا بلاصه واحده اخرى، شغل دي ماشي مسافه بزاف. كاينه؟ ايه كاين عيننا هذه البلاصه اللي راهي هنايا هذه كيما دوك الكلمات تما. هيا صح المسجد بلاصتو باينه رانا حطينا. شو علاش ماهوش يعطوكم ارض فلاحيه؟ ماشي احنا تاع الورد، والورد كبير شغل ما باش تجمعهم الفريضه والورد. وشكون اللي راه داير الملف؟ شكون على اسم من لازم نديرو على اسم واحد الجمعيه؟ كاين جمعيه؟ راهي ماشي الجمعيه. عندكم لاغريمون؟ عندكم جوستوم لاغريمون ما باقيناش المنجوبيه في الولايه. في الولايه ما جاش. تما درنا تاخذنا الاجراءات باش نمشيو بصفه قانونيه. درنا مسجد ما درناش مصلى. مسجد درنا مدرسه قرانيه للتلاميذ ومنطوم مسجد ان شاء الله. سيد الوالي لو سمحت نصب تذكاري خلت كاع الامور، انطلاق الثوره، الشهداء والله يبارك.
بارك الله فيك. وبارك الله فيك سيد الوالي. راه عليكم. بارك الله فيك. إذا ديروا المسجد سيد الوالي والمسجد. ديروا جمعية برك المسجد. ديروا جمعية. نعطوكم رخصة البناء. نعطوكم رخصة البناء. ماذا بنا غير نعطيوها كود بوس هذا رخصة البناء. الإجراءات الإدارية باش تمشي شوية بسرعة. أبداو برك أبداو. زيارة الوالي اليوم جبتنا الله يبارك. كما يقولوا هضرنا لاباس ما شاء الله هضرنا على كل حاجه واش نزيد نقول لك سمعكم واستجاب الاهم استجاب لنا كل حاجه وعندنا الشط الفوق نديروا الشط الفوق نزيدوا ندير الكانيفو منا على الطريق فيها الجامع فيها مدرسه ابتدائيه كانوا يجروا ولات من قبل جاوا ولات من قبل لهنا ولات جامي جاوا اول مره اول والي جا لهنا والحمد لله والله ما شاء الله من رئيس البلديه ما شاء الله